نيجي للفقرة اللي بعدها وناخد الواقعة الغريبة واللي شغلت السوشيال ميديا الفترة الجاية، وهي قيام الفنان عمرو دياب بصفع مواطن أثناء فرح. طبعاً احنا تعقيبنا على الفقرة دي هو تعقيب قانوني وتعقيب أخلاقي. تعقيب قانوني طبعاً يعتبر عمرو دياب، وزي ما ناس كتير طلعت في السوشيال ميديا وقالت إن هو مرتكب لجنح الضرب بسيط، ولكن في التعقيب الأخلاقي عمرو دياب طالما ما كان مثير للجدل، خاصة في الفترة الأخيرة، وشفنا ده في فيديوهات متكررة ليه. وإذا المرة دي كانت إن هي واحد أحسن معاه التصرف بسبب تربيته أو أصله وما ردش ليه الألم بألمين، في حين إن هو كان يقدر، وخاصة إن عمرو دياب يعتبر رجل قارب على سن 65 سنة، وده شاب في عنفوانه وفي كامل صحته، كان يقدر إن هو يرد الصاع صاعين، ولكن احتراماً لتربيته وشخصه ما قدرش ان هو يعمل كده. ولكن اذا تمت هذه القضيه صلحا او قضاء، ما اظنش ان عمرو دياب ان هو هيقدر يقدم اي حفلات داخل جنوب مصر او خاصه في الاقصر واسوان، بسبب حاله الهياج اللي بقت ضده واللي فقدته كتير جدا من نجوميته ومن جمهوره على الساحه.